فيديو النهاردة هو الفيديو الأخير من السيريبيلم، سيريبيلم بارت 3. معاكم دكتور محمد فايز. النهاردة هنتكلم عن الفانكشنز اوف السيريبيلم، وظائف التلات أجزاء من السيريبيلم. الفيديوهين اللي فاتوا اتكلمنا عن اناتومي وهيستولوجي، اتكلمنا عن البايو كيمستري في ازاي الكلايمبينج فايبر بيتحكم في البركينجي سيل عن طريق السينابس علشان يساعد على الليرنينج. اتكلمنا عن الموسي فايبرز، ده طبعا بتاعة المحترفين، ازاي تبدأ وتنهي الحركة زي فكرة لعبة البيانو. وحنتكلم النهاردة عن البيانو بطريقة فيها تفاصيل اكتر. السيريبيلم علشان نتخيله مع بعض على طول، اتفقنا ان هو ليه تلات اجزاء طبعا، وكل جزء بيبقى ليه نيوكلياي ديب، والنيوكلياي دي هي اللي بيطلع منها الاوتبوت اللي بيساعده على تنفيذ مهمته، وطبعا ده التكملة بتاعت السيريبيلم. نبتدي في البداية بتاعتنا. احنا النهاردة بنتكلم عن الفيستيبولو سيريبيلم، وده اول جزء عندنا. الفيستيبولو ده اتفقنا في الفيديو اللي فات هو المسؤول عن التوازن، مسؤول عن الإيكوليبريم، واتفقنا ان علشان يحصل التوازن يبقى لازم نتكلم عن التون. في البداية موضوع بمنتهى البساطة، السيريبيلم علشان يساعدك على الاتزان لازم يستقبل ثلاثة سيجنال، فيجوال سيجنال، ودي اللي اتفقنا بتدخل من السوبيريور سيريبيلر بيدانكل، ولازم يستقبل إشارة من الانر اير، وده الفيستيبيول اللي بيطلع منه فيستيبولر نيرف، يدخل في فيستيبولر جانجليون، يروح لفيستيبولر نيوكليوس في المضلة، ومنه يبعت الإشارات. يعني لو جينا تخيلنا بهذا المنظر، إن إحنا عندنا ده هو المضلة بالنسبة لي، وطبعا الدايرة الصغيرة دي هو ده الفيستيبولر نيوكليوس الفي ان، واتفقنا ان الفيستيبولر نيوكليوس اسمه فيستيبولو يبقى متصل بكذا فيستيبولو قبله. لو نفتكر الكلام بمنتهى البساطة، قلنا الفيستيبول اوف ذا انر اير، وطبعا ده الاذن الداخلية، وهنعرف بعد كده في فيديو السبيشال سنس ان انت عندك الاذن الداخلية جزء منها سمعي وجزء اتزان، فالفيستيبول يبعت الإشارة طبعا إلى الفيستيبولر جانجليون عن طريق الفيستيبولر نيرف، والفيستيبولر جانجليون يبعت إلى الفيستيبولر نيوكليس، كذا فيستيبولو، آدي واحد وآدي جانجليا اتنين وآدي نيوكليس تلاتة، علشان يبعت الإشارة عن طريق مين؟ الانفيريور سيريبيلر بيدانكل الى النيوكليوس اللي موجودة هنا اللي هي الديب نيوكليوس، وهسميها فاستيجيال نيوكليوس. دي هي ده الديب نيوكلياي اوف ذا فيستيبولو سيريبيلم. طب الفاستيجيال نيوكليوس لازم يطلع اوتبوت، وده مهم جدا. انا علشان اعمل فانكشن النهاردة لازم اتكلم على الديب نيوكليوي، جزء من الجري ماتر، فلا بد ان الفاستيجيال يطلع منها. بص الاشارة دي اللي انا عاملها بالاسود اهي، هو ده اسمه اوت بوت. بص شوف الاوت بوت رايح فين، الاوت بوت رايح للمكان اللي بعت لي انبوت، للمكان اللي بعت لي الاشارة. طب انا ليه ببعت لك تاني؟ علشان ينزل من خلالك، ودي مهمة جدا، إشارات. الإشارات دي هي الفيستيبولو سباينال تراكت، أهو هو الخطوط الزرقاء دي، والخطوط الزرقاء خلي بالك لازم هتنزل على الأنتيريور هورن سيل، واتفقنا قبل كده في بداية
الموتور لما شرحنا التراكتس قلنا ان الفيستيبولر نيوكليس دي بينزل منها نوع من الاشارات، والاشارات دي هي الفا امبلس او الالفا سيجنالز، وطبعا دي تروح تشغل لك الترانك مهمه جدا، والبروكسيمال ماسلز، وكمان الانتي جرافيتي ماسلز. طب ده ليه علاقه بالاتزان؟ اه، دايما كنا بنقول واحنا بنتكلم عن اريا 6 او اكسترا بيراميدال تراكت جمله مهمه قوي، لازم الترانك يبقى مفرود، والترانك لما يبقى مفرود جذعك واخد وضع الابرايت يساعدك على الكتابه. عمرك ما هتعمل حركه فاين موفمنت من غير ما يكون عندك خلفيه في عضلات الانتي جرافيتي ماسلز بتديك الاتزان. ازاي جذعي يبقى معوج وانا بكتب؟ لا، ده انا لازم يكون في باستشر باك جراوند، ولازم الترانك والبروكسيمال ماسلز يكونوا سلام. الجمله دي في منتهى الاهميه، يعني اذا ده هو الايكوليبريم بتاعي، هو ده الاتزان. ازاي تخيل واحد ماشي والترانك معوج؟ ما ينفعش. عشان كده دايما نقول الجمله المهمه ان الاوت بوت الناتج خارج منين؟ من الديب نيوكليير سيل لاير. وفي نقطه افكرك بيها في الفيديو اللي فات، قلنا ان الفيستيبولار نيوكليس اللي في المظله هيكون جنبها، نعملها بلون تاني، في باندل اهي، في حزمه اهي، والحزمه دي اسمها ميديال لونجيتيودينال. الحزمه دي هي اللي بتكون بتوصل كرينيال نيوكلياي، فاكر رقم 3 اهو ورقم 4 تمام ورقم 6، والكلام ده اتكلمنا عليه يمين وشمال، ودول اللي بيتحكموا في الاكسترا اوكيولار ماسلز. الكلام ده في غايه الخطوره. طب سؤال يا دكتور، هو الفاستيجيال اللي بيطلع الاوتبوت بيروح للفيستيبولر نيوكليس وبس؟ اقول لك لا، مش الفيستيبولر نيوكليس اللي في المظله اللي بيساعد على الايكوليبريم. دايما الايكوليبريم مشروط بكلمه مهمه جدا، هي كلمه تزود التون. يبقى لازم نشوف نبعت لمين كمان. قبل ما اقول لك نبعت لمين، فاكر لما شرحنا الانفيريور سيريبيلر بيدانكل الفيديو اللي فات؟ قلت لك ان بيدخل منه 6 انبوت، اهو واحد من الستة مهم قوي، اسمه ريتيكولار فورميشن، شبكة الممتدة بطول البرين استيم. يعني اذا انا كمان هبعت للشبكة دي، الشبكة الممتدة في البرين استيم. الشبكة دي من الاعصاب، مش بتاخد بس المظلة وكمان البونز والميد برين. الشبكة اللي انا حاطط ايدي عليها دي هو ده الريتيكولار فورميشن او الار اف. الريتيكولار فورميشن بيتبعت له اوتبوت. هتقول لي الله، طب ما هو الريتيكولار فورميشن هينزل منه تراكت، بس التراكت اللي هينزل من الريتيكولار فورميشن الريتيكولو سباينال تراكت، نرجع للنظري، كان الامبلس اللي نازله منه ايه؟ تقول لي جاما امبلس، يبقى الار اف بينزل الجاما. الله، طب ونرجع بقى لكلام الاسترتش ريفليكس القديم، ان انت لما بتزود الجاما، الجاما بتعمل كونتراكشن للبيريفري بتاع الماسل سبندل، وده لما يبقى كونتراكتد، خلي بالك يبقى كونتراكتد لبره، فبيحصل ايه في السنتر بتاعك؟ بيبقى ستريتشد، اللي هي نيوكليير تشين سنتر اوف ذا ريسبتور، يطلع اكشن بوتنشال كتير عن طريق البرايمري والسكندري اندنج، يروح للانتيريور هورن سيل يطلع الفا اكتر، ودي سميناها كلمه جميله زمان، الفا جاما كو اكتيفيشن، ان لولا الجاما مش هيشتغل الالفا. مش ده الكلام القديم بتاع زمان؟ تقول لي اه. يعني اذا انت بتزود التون بطرق مختلفه، عن طريق الجاما امبلس، يلا ابعت اوتبوت
للريتيكولار فورميشن. وخلي بالك السكه رايح راجع، يعني الفي ان فيستيبولار نيوكليس او الريتيكولار فورميشن الاتنين دول اهم بيبعتوا امبلس بالاسهم كده، هنعمل اسهم داخله الى الفيستيبولو سيريبل. احنا الاتنين بنبعت لك يا فيستيبولو، احنا المسؤولين عن الاتزان. والفيستيبولو بالاخص مين؟ فاستيجيال نيوكليس. فبص الاوت بوت بقى نعملها باللون التاني اهو، وادي السهم الازرق، السهم الازرق رايح لمين؟ رايح لك، تبعت لي وابعت لك، ده مهم. وانتم لما تبعتوا لي يلا نزلوا سيجنال على انتيريور هورن سيل. ده ترتيبة الاحداث، ان دايما السهم الاحمر ده هو الخطوة الاولى، والسهمين الزرق دول الخطوة التانية انا برد عليك، والتالتة نبعت للانتيريور هورن سيل عشان يحصل هذا الاتزان. ودايما الاتزان مرتبط بفكرتين، انك تقف وما تقعش، ده مهم قوي، ترانك يبقى مفرود، والاتزان للاي ماسلز. طب النهارده بقى عايزين نقول معلومه زياده، طب لو حصل ليجن في الفيستيبولو سيريبيلو، خلاص في اصابه الان حصلت، الاصابه دي تعمل ايه؟ هتقول لي اكيد الترانك بتاعي مش هيبقى معدول، الترانك مش ابرايت، هيبقى مايل ناحيه اليمين او ناحيه الشمال. طب اسال سؤال، هل في الحاله دي تقدر تتوازن تمشي؟ تقولي لا، هو انا اساس المشيه ترانك ستريت، بدني رجلي اليمين افرد رجلي الشمال، والعكس صحيح، وده فكره اللوكو موشن او الحركه التكامل الحركي، التتابع، اللي كانت متنيه الرجل المتنيه تتفرد والرجل المفروده تتني. هنا في الحاله دي لما يحصل ليجن، بص يسموها كلمه جميله قوي، اتاكسيا، وفي نهايه الفيديو هنقول اشكال للاتاكسيا. بس قبل ما نقول الاشكال، الكلمه دي انت سمعتها معايا قبل كده في السنسوري فيديوز، وبالاخص في التيبز دورساليس. فاكر قلنا لما يجي فيروس اللي هو السبايرو كيتس، الفيروس ده يعمل انفلاميشن في الدورزال روت، فبيضغط على الافرنت اللي شايل بروبريوسبشن، فمش حاسس ان في ارض تحت رجلك. فاكر الكلام ده، وقلنا مفيش تكامل حركي، دايما الحركه محتاجه احساس اولا ان في ارض تحت رجلي ثم امشي. تقول لي بس يا دكتور المشكله هنا مش في الاحساس، مش سنسوري، المشكله اساسها موتور، اساسها حركي. طيب هنا بقى اتاكسيا كانت ايه تعرفها زمان؟ نرجع نفكر بعض، كنت بقول جمله مهمه قوي، ان كوردينيشن اوف فولنتري موفمنت، لا يوجد هناك تكامل في الحركه الاراديه، انت مش قادر تمشي صح، ان كوردينيشن ده ايه؟ ده على الرغم ان عضلات رجلك غير مشلوله. بص بقى التكمله ومهم قوي، ان ابسنس اوف ماسل باراليسز. بص حتى خليت الان مرتين عشان اقول لك ان هي نفي، لا يوجد تكامل حركي على الرغم من غياب شلل العضلات. ان ابسنس اوف ايه؟ اوف باراليسز، مفيش على فكره شلل، بس انت مش قادر ان انت تمشي. الكلام ده مهم قوي. طب هنا هنسمي الاتاكسيا موتور؟ اه موتور، بس انا عايز احط كلمه من غير الموتور، يعني الموتور ده الكلمه العامه، ترانكل اتاكسيا. هو انت ايه المشكله الاساسيه؟ المشكله الاساسيه ان الترانك بقى معوج، وعشان كده لما نيجي نقول في كل كتب الفسيولوجي يقول لك الترانك سوينج فروم سايد تو سايد. عارف كلمه السوينجنج يعني ايه؟ زي فكره المرجحه، يعني انت مش متزن. فهنا في نقطه المهمه، سوينجنج، خلي بالك فروم سايد تو سايد. ومش بس كده، المفروض في الطبيعي انا ماشي
رجلي الاتنين جنب بعض، انا ماشي على بيز ضيق. شيء طبيعي، عمرك شفت واحد طبيعي ماشي رجليه الاتنين بعاد عن بعض؟ تقول لي لا. يعني هو سوينج، وفي بقى الحاجة الكمان المميزة قوي ليه، انه ماشي على وايد بيز. حتى يجي يقول لك برجل الرجل او المسافة بين الرجلين بقت واسعة قوي. ترانكل اتاكسي. ده مش بس كده، ده انت لو جبت له خط مستقيم يمشي عليه ما يعرفش. يعني كنا بنعملها تجربة في سيكشن العملي، هجيب تباشيرة وعلم بيها علامة على الأرض، خط بس، خط زيادة، خط مستقيم، وأقول لك امشي عليه. في الطبيعي بتمشي ازاي؟ بتجيب كعب الرجل اليمين على التوز، طراطيف صوابع الشمال، عارف، وتبدل كأنك ماشي على الحبل بالطريقة دي، بتعمل الطريقة دي على الخط الأزرق ده. تمام، كان خط تباشير أبيض. لكن لو أنت عندك مشكلة في الفيستيبيلو سيريبيلم، هتلاقي نفسك بتتحرك كده. ايه ده؟ عامل زي حركة التعبان، كأنك سكران بالظبط. فسميناها اسم مهم جدا، درانكن جيت. هنا مشية السكران، زي بالظبط اللي واخد الكهول او خمرة كتير، عامل بالظبط كأنه مريض سيريبيلم، سيريبيلر ديزيز. دي مهمة قوي، درانكن جيت. طبعا في فرق ما بين الدرانكن جيت وحاجة تانية اسمها زيج زاج جيت. خلي بالك الفرق ده هنذكره مع فيديوهات العملي ان شاء الله، بس دي البداية بالنسبة لي، ان انا اكون عارف انا باخد انبوت منين، والانبوت برجعه تاني اوتبوت لنفس المكان اللي اداني، ثم نعمل التوازن يا الفا بالفيستيبولار نيوكليس او الجاما بالريتيكولار فورميشن. دي البداية بتاعتي. طيب نيجي للعنوان التاني، وهو سباينو سيريبيلا. خلي بالك ده العنوان الاول، اتكلمنا عليه بالتفاصيل. طيب العنوان التاني، فكرة السباينو بيقول لك بص انا مش مسؤول عن الاتزان. طب انت مسؤول عن ايه؟ انا مسؤول ان الحركة اللي بتتعمل محتاجة تنظيم. قلنا له طب ازاي؟ ده الكورتكس هو اللي بيتحكم في الحركة. قلنا له، قال لنا لا، الكورتكس بينفذ لكن انا المستشار بتاعه. فهنعمل دلوقتي نمسح الرسمة، كل شوية نمسحها لسبب، علشان نوضح لك فكرة عظيمة جدا الآن. بص بقى هتشوف دلوقتي حاجة جميلة جدا، ازاي الحركة عليها كنترول. ده الكلام اللي هيتقال دلوقتي كلام كبير. تقول لي طب يعني ايه كنترول للحركة؟ الحركة لازم يبقى لها بداية وليها نهاية. ده مش بس كده، ده انت كمان لازم تتحكم في نوعية الماسلز اللي مفروض تشتغل. ده أساسي بالنسبة لك، ده مهم جدا. طب نشوف الكلام ده، رقم اتنين هو السباينو سيريبيلوم، حتى اسمه سباينو يعني متصل بالسباينال كورد. بص بقى نيجي دلوقتي نرسم نفس الرسمة اللي احنا مسحناها، وهنشوف الاختلاف في ايه من حيث الوظيفة. ادي التلاتة بيدنكلز كالعادة، زي ما اتعودتوا معايا في كل فيديو، اهو ده المنظر الاساسي. بص بقى دلوقتي انا هعمل لك حركة، هاجي اعمل ميد لاين، اهو الخط الاحمر بيمثل ميد لاين، لان احنا عارفين انت عندك سيريبيلم يمين وسيريبيلم شمال، كورتكس يمين وكورتكس شمال. واجي هنا بقى باللون الازرق واعمل لك ده البونز. انا تخيل انا عندي البونز برضو يمين وشمال، ده البونز بالنسبه لي. فكره بمنتهى البساطه، انا دلوقتي قررت ان انا اجيب صباعي من بعيد واحطه على النوز. فاكر لما جينا قلنا ونرسمها كده برسمه عشان تبقى انت فاهم، كأن ده النوز بالنسبة لي، ده النوز العادي،
وادي الصباع بتاعي اهو، مثلا الاندكس فينجر اهو، ده المنظر اللي انا عايز اقوله. طيب وانا عايز اجي عند الفكره دي، عايز اجيب صباعي من بعيد اوصله فين؟ عند النقطه دي اللي هو التيب اوف ذا نوز اهو. طب سؤال يا دكتور، هو انت ليه عايز تجيب الصباع من بعيد؟ ودي قلناها قبل كده، السيريبيلوم بيشتغل زي فرامل العربيه، فرامل البريكس، عشان تختبر عربيه فراملها كويسه او لا دوس بنزين واجري مسافه كبيره ثم دوس فرامل فجاه وشوف العربيه هتقف ولا لا. طب دكتور عايزين نطبق العربية والفرامل واللي انت قلته بالسيربيلم نفسه، هقول لك الفكرة ماشية ازاي. دلوقتي انا كان اسمي سباينو سيربيلم، انا متصل بالسباينال كورد، تقول لي اه ده شيء طبيعي. تعال نكمل الرسمة ونرسم، ندخل مثلا ادي السيجمنت، هنرسم النص، ادي نص السيجمنت، طبعا الميد لاين مكمل اهو، ده نص السيجمنت. طيب فكرة بمنتهى البساطة ان المسلز بتاعتك اهي دايما دايما بتبعت لك البوزيشن بتاعها. يعني ايه البوزيشن بتاعها؟ فاكر لما قلنا بروبريو سبشن، في نوع من البروبريو سبشن اسمه كونشس، انا مدرك الان في ارض تحت رجلي، وفي بروبريو سبشن اتزان، انا مش مركز ان في ارض تحت رجلي، الامور ماشيه سب كونشس من غير تركيز. افكرك بالكلام ده، فانا ببعت اشاره اهي، والاشاره دي دخلت هنا لو تفتكر في الدورزل روت وبتكمل اللي هو الميديال برانش. طيب المهم ان الاشاره دي دخلت فين؟ اهي ميديال برانش اهو، مش هنقول بقى في ميديال وفي لاترال، في ميديال كمل على طول وفي اللاترال اهو اللي انا هنقطه دلوقتي. بص بص اهو ده وصل لفين؟ ده دخل جوه السيريبيلم من الانفيريور سيريبيلر بيدانكل اللي هي قريبه من السباينال كورد، ووصل الى 2 نيوكلياي هنا. فاكر احنا لما جينا قلنا قبل كده في اول فيديو قلت لك توزيع النيوكلياي، عندي فاستيجيال ميديال، عندي دينتيت لاترال، وعندي فيه 2 موجودين هنا في النص، سميتهم اسم افكرك نيوكليوس انتر بوزيتس، لان الانتر بوزيشن في اللاتيني سموها بوزيتس. واتفقنا ان الاثنين نيوكلياي دول عندك واحده اسمها جلوبوز فاكر، والتانيه اسمها امبولي فورم اهي، جلوبوز والامبولي فورم. هتقول لي ماشي انا معاك يا دكتور في اللي انت بتقوله دلوقتي، انا عندي الاتنين دول تمام. طب انا ببعت لهم ليه؟ انا ببعت دايما الى السيريبيلم هقول له بص في حاجة اسمها اكتشوال بيرفورمانس، يعني انا كمصل بعمل الحركة بانهي شكل الاكتشوال اللي اقدر اعمله. دايما الموظفين يبعتوا للمدير بتاعهم، مدير الشؤون بتاعهم، قدراتنا اهي، نشتغل 6 ساعات، بناخد بريك قد ايه، ايه اللي نقدر نعمله وايه اللي ما نقدرش نعمله. عشان كده دي هسميها كلمة ايه؟ اكشوال، والاكشوال معناها الحقيقي، ما نستطيع ان نفعله. بس في معلومة مهمة جدا كنا بنقولها زمان في الفيزيكس وهنقولها النهاردة كفسيولوجي، ان اي حركة على فكرة بيبقى فيها عيب. يعني ايه؟ عارف انت لما تيجي تدوس على فرامل العربية مرة واحدة اوعى تفتكر العربية هتقف في مكانها، لا تحرك حاجة بسيطة وتقف. حركة البسيطة دي يقول لك اصل الحركة دي ليها مومنتم، عارف زي قوة دفع أو كاينيتيك انرجي، طاقة حركة، أنا عندي مومنتم، المومنتم ده بيخلي الحركة بتاعتك تزيد شوية.
فبنقول كلمة اسمها ايه؟ pendular movement. البندولر الحركة عاملة زي بندول الساعة، عارف البندول رايح جاي، لا الحركة مش بتقف عند نقطة محددة من أول مرة، لا ده أنا عندي مشكلة، عندي pendular movement، ده الاكشوال performance، وده بيتبعد طول الوقت. طب يا دكتور السهم المنقط بالأحمر ده بيعبر عن أنهي تراكت؟ بيعبر عن تراكت كلنا عارفينه وقلناه قبل كده، دورزال سباينو سيريبيلر تراكت. وفاكر الكلام ده قلناه، واحد من ضمن الستة انبوت اللي داخلين من الانفيريور سيريبيلر بيدانك. تقول لي انا معاك، طب في سؤال، هو السباينو سيريبيلر عشان اسمه سباينو بيستقبل الاشارة اللي جايه له بس من سباينال كورد؟ انت بتقول لي ايه في بدايه كلامك؟ هو اللي بينظم الحركه. طب ما هو انت عشان تنظم شيء لازم تستقبل الاشاره من مكانين، لازم تكون قاضي عادل، اسمع من طرفين عشان تعمل حكم. طب يسمع من مين؟ بص بقى المفاجاه اهو، ده هو الكورتكس، الكورتكس اليمين، ما احنا اتفقنا ان في ميد لاين اهو، ده الرايت كورتكس بالنسبه لي. هتقول لي ماشي، رايت كورتكس قال ايه؟ قال انا هبعت الاشاره بتاعتي هنا، قلنا له هتبعت للبونز على ناحيه اليمين. طب والبونز يعمل ايه؟ بص بقى بالقلم الاحمر اهو، البونز هيبعت الاشاره الى دول، هيبعت الإشارة لنيوكليوس انتربوزيتوس عن طريق أنهي فتحة؟ ميدل سيريبيلر بيدانكل، لأن الفتحة دي قصاد البونز. يجي طالب يقول لي استنى بقى، استنى دلوقتي لأن في حاجة إحنا عايزين نفهمها، حضرتك قلت الفيديو اللي فات إن ده اسمه كورتيكو بونتو سيريبيلر تراكت، وإن النسخة دي أو الإشارات دي بتبقى بتتبعت للسيريبرو سيريبل، هقول لك مش بس للسيريبرو وكمان للسباينو سيريبلر. يعني حضرتك عايز تقول ان كورتيكو بونتو سيريبلر يتبعت للجزئين دول، سباينو وسيريبرو سيريبل. طب سؤال، هو ليه الكورتكس بيبعت اشاره للسباينو؟ ما كان كفايه جايه له اشاره من السباينال كورد او من الماسلز بالاكتشوال بيرفورمانس. لا، انت ناوي تعمل حركة معينة، يعني انا عايز اجيب صباعي من بعيد، ناوي واوقفه فين؟ على التيب اوف النوز. بس في مشكلة، انا ممكن صباعي ده يعمل ايه؟ ما يجيش على التيب اوف ذا نوز، يجي قبله او يجي بعده، يعني انا ممكن ما اقدرش اتحكم. طب انا عايز اتحكم في الطبيعي، فلابد الكورتكس يبعت لك حاجة بقى اسمها ايه؟ التراكت ده اسمه ايه بقى؟ بص، intended movement، انا ناوي احرك الصباع ازاي؟ بكام سيجنال؟ قلنا له المشكلة ايه؟ المشكلة ان الاشارات اللي جيالي من الماسلز كتيرة قوي، زائد اشارات كتيرة جدا، هل ينفع انه، والاشارات الكتيرة دي على فكرة هي الاكتشوال بيرفورمانس، هو الطبيعي بالنسبه للعضلات، ده شغل الموظف. ايوه كتير، بس ده اللي ايه مش هقدر اعدله له، انا خايف ان الكورتكس ينزل له بالبيراميدال تراكت اشارات اكتر من اللي هو يقدر يعمله، فبالتالي لازم اعمل ايه؟ لازم اجي على المدير. يعني السباينو سيريبيلم ما يقدرش يعمل انهبيشن او ينزل اشارات اوتبوت للانتيريو هورن سيل، يقلل السيجنال بتاعه الماسلز. لا، الموظف بتاع الشركه دي قدراته، ما اقدرش ان انا اقلل من وشغلك اصلا، لكن ما ينفعش ازودك ولا اقللك، يعني انت العادي بتاعك اهو، فبالتالي انا بعت لك انتندد موفمنت وانت استقبلت الاكتشوال performance، فيجي يعمل ايه بقى في الحالة دي؟
النيوكليس انتر بوزيتس. قلنا له انت لازم تروح للكورتكس لمدير الشركه وتقول له قلل الاشارات اللي انت عاوز تبعتها، بمعنى لازم يكون في ماتشنج او تناسق ما بين عدد الاكشن بوتنشال اللي جايه من الكورتكس للسباينو سيريبيلوم والاشارات اللي بتبعتها المصل البروبريو سيبشن او الوضع الطبيعي بتاعه ليك. يعني فرضنا المصل قالت له انا ببعت 5 اكشن بوتنشال مثلا، ده اللي اقدر اعمله عشان احرك الصباع للتيب اوف ذا نوز، ده الاكتشوال بتاعي، ده العادي بتاعي. اما الكورتكس قال له ايه؟ قال له بص انا هبعت 10 اكشن بوتنشال. الله 10؟ ده انت لو ال10 دول اتبعتوا على انتير هورن سيل، وانت بتقول ان اي حركه ليها مومنتم وما بتوقفش عند نقطه محدده، يبقى معنى هذا الكلام عمر ما الصباع ده هيقف على التيب اوف ذا نوز. عارف؟ هيبقى بالظبط كاننا بدون فرامل. العربيه اللي ما عندهاش فرامل عمرها ما تقف على اشاره المرور ابدا. العربيه دي يا اما تبقى قبل الاشاره يا بعد الاشاره، ما تجيش على الخط الابيض بالظبط. اهو فرامل العربيه هو السيريبيلم، وبالاخص هو السباينو سيريبيلم. فبالتالي انا لازم الزيادات دي اعمل فيها ايه؟ اوقف. هتقول لي طب الزيادات بكام؟ 10 ماينس 5 يعني في 5 اشارات زياده جايين منك يا كورتكس، وانت بتقول لي ان هو intended movement، انت ناوي تعمل الحركه بعدد زياده من الاكشن بوتنشال. اسف ده ما ينفعش. فبالتالي انا استقبلت نسختين، تو كوبيز، نسخه من الكورتكس intended movement ونسخه من المصل actual performance، والكلام ده ما ينفعش. طب ما ينفعش ازاي نعمل inhibition للخمس اشارات الزياده؟ فالاتنين دول بص عملوا حاجه جميله قوي، قالوا احنا هنطلع سيجنال، بص معايا اهو، ونعملها مثلا بالقلم الاحمر او الازرق علشان تبقى الصوره واضحه اهو. شايف؟ بعته عن طريق انهي فتحه؟ اكيد السوبيريور سيريبيلر بيدانكل، لانها الاقرب الى الكورتكس، اقرب للمدير. شوف وعدت الاشاره لفين؟ عدت الميد لاين الاحمر، ورحنا الى اهو سالاماس اللي هو ده، رحنا للسالاماس، ومن السالاماس الى الكورتكس رحنا له علشان نعمل انهيبيشن للاشارات الزياده اللي جايه من الكورتكس. وهنا سميناها ايه؟ كوركتيف سيجنالز. انا بصلح شغل المدير. ما ينفعش ان المدير كلامه يمشي، ما ينفعش انت يا كورتكس انت في ليفل اعلى من السباينال كورد، يبقى السيجنالز هتنزل منك مباشرة الا اذا باظ السيريبيلم، ودي قصة هنتكلم عليها. انتوا ملاحظين حاجة؟ ان السباينو سيريبيلم في الحالة دي عمل ايه؟ عمل دامبينج فانكشن، قدر ان هو يفرمل، خلي بالك، المدير. بس هنا قبل ما نقول انه يفرمل المدير، عايزين نقول بقى الكلمة المهمة جدا، ركزوا معايا، سيرفو كومباريتور فانكشن. شوف بقى ده العنوان اللي احنا بنقول عليه. تقول لي طب والدامبينج؟ هنقول فيه حتة زيادة دلوقتي. كلمة كومباريتور يعني يقارن، انا بقارن الانتندد موفمنت بالاكتوال بيرفورمانس. طب ويعني ايه سيرفو؟ شرحناها قبل كده مع فيديو لستريتش ريفليكس، قلت لك سيرفو معناها فرامل. لما قلنا كان زمان بالفرامل بتاعه العربيه كنت انت لازم تقوم من كرسي القياده بجسمك كله توقف العربيه، دلوقتي لا، دوسه خفيفه على الفرامل العربيه هتقف معاك. يبقى اذا انا كومبير ما بين التو كوبيز او التو سيجنالز فوق وتحت عشان اعمل فكره السيرفو. طب
دكتور احنا عندنا سؤال مهم جدا لازم نكون عارفينه، هو الاوتبوت اللي حضرتك قلته اللي خارج لازم يخرج من السوبيريور على الثالاموس على الكورتكس، يعني ما ينفعش نتحكم في برين ستيم؟ ينفع نتحكم في البرين ستيم. ازاي؟ هقول لك حاجه بسيطه، هو السوبيريور سيريبيلر بيدانكل قريب من مين؟ تقول لي هنا في ميد برين، ما هو ميد برين وهنا بونز وهنا مضله، فبالتالي انا هبعت سيجنال ليا للحته دي، يعني في جزء في الميد برين انا هبعت له السيجنال، هبعت له اوتبوت. طب الجزء ده اسمه ايه؟ اسمه ريد نيوكليوس، ده الريد. وهنا بقى طالب يسأل سؤال مهم، هو الريد نيوكليوس احنا خدناه قبل كده ان هو ده بيزود التون بتاعت مين؟ تقول لي ده بتاعت الفليكسورز، هو بيوقف الاكس تنسور. فاكر الريد نيوكليوس لما قلنا يساعد اريا 4 اللي هو اللاترال كورتيكو سباينال تراكت، يساعده في شغل الديستال ليمب ماسلز. ايه ده؟ طب وانا عايز ديستال ليمب ماسل في ايه؟ ما هو ده صباعك، ده من ضمن الاطراف، اطراف الايد. طب ما هو انا عايز الصباع ده يعمل فليكشن. الله، ازاي يا دكتور؟ عشان ابقى فاهم القصه هقول لك ازاي بشكل بسيط جدا. انت بتجيب صباعك من بعيد عايز توقفه على التيب اوف ذا نوز، هل انت فاكر هو صباعك كده مفرود اهو، هل الصباع وهو مفرود ومكمل مفرود هيقف عند التيب اوف ذا نوز؟ هتقولي مش فاهم، اقول لك حاجه بسيطه جدا. لو انت، نقول مثال العربيه تاني، عربيه بتتحرك بسرعه كبيره قربت من خط او اشاره المرور، لازم تعمل ايه عشان توقف؟ تقول ادوس فرامل، اشيل رجلي من على البنزين حط رجلي على الفرامل العربيه تقف. طب هنا انت عملت شيفت، يعني ايه شيفت؟ النقله منين؟ النقله ما بين اجونست وانتاجونست، وهنقول الكلام ده يعني ايه. يعني انا كنت بادئ بالاكس تنسور، انا كنت فارد صباعي، عشان اوقف الصباع التيب اوف ذا نوز لازم اشغل الفليكسور العضله العكسيه اللي هي الانتاجونست. يعني انت بدات بالاجونست وانتهيت بالعكسيه، ما ينفعش وانا فارد صباعي اجيبه على التيب اوف ذا نوز. جربها كده هتلاقي صباعك ما يجيش على التيب، صباعك يعدي التيب او ينزل تحته، لا دايما في الفرمله. حتى بنقول ايه؟ هفرمل في النهايه، وفي الاول كنت دايس بنزين عشان العربيه تقف. عارف لو انت بتحرك الصباع طبعا وعايز تعمل فليكشن اهو، يبقى لازم تدور على مين من النيوكليوي اللي في البرين ستيم اللي بيزود التون اوف فليكسور، هو الريد نيوكليوس، ينطبق عليه الكلام تماما. وخلي بالك من حاجه، الريد نيوكليوس هو اللي بيساعدك انك تشغل الانتاجونيستيك ماسل. هتقول لي طيب ما هو الريد نيوكليوس ده هينزل منه الاشاره اهي على الانتيريور هورنسل فيشغل الفليكسورس. الكلام ده في منتهى الاهميه. ولو تفتكر معايا النظري في الفيديوهات اللي فاتت، قلت لك ان الريد نيوكليوس لو باظت ايه اللي يحصل؟ هيحصل اكستنشن في الاطراف كلها، ايديك الاثنين ورجليك الاثنين. عشان كده الكلام ده في غايه الاهميه، انا ليه بعت اوت بوت للريد نيوكليوس؟ طب هو بس للريد نيوكليوس؟ قال لك لا، وابعت كمان للبرين ستيم اريا اللي بتشغل، شوف الميديال سيستم. الله، طب وانا عايز ميديال سيستم ليه دكتور؟ ده صباعي ديستال ليمب ماسل، ما انت عايز الميديال كمان عشان يحصل توازن ترانك بروكسيمال انتي جرافيتي ماسل. ما هي الفكره عباره عن منظومه متكامله. يبقى اذا عرفت الاوتبوت بتاعي ماشي على انهي اساس، بس في معلومه انا عايز اجي اقولها دلوقتي وتبقى انت فاهمها، معلومه مهمه جدا. هو انا
بجيب صباعي واقفه على التيب اوف ذا نوز. هتقول لي انا معاك في الكلام ده، طب هل يفرق لو بجيب الدراع الارم؟ اه يفرق. ليه؟ الصباع ده حاجه خفيفه، عارف زي عربيه مش مليانه بركاب كتيره. كل ما تكون العربيه خفيفه الوزن، ما فيهاش تقل ناس كتيره جواها، طاقه الحركه بتاعتها بتكون اقل، فتقدر انت توقف العربيه قرب الاشاره المرور، حاجه بسيطه دوسه خفيفه عربيه توقف. تمام. طب لو عربيه نص نقل وضع اختلف. اه عربيه نص نقل مليانه بضاعه ناس كتير ايا كان، طاقه الحركه فيها اعلى، فمحتاج قبل ما اقرب من اشاره المرور بحبه او بشويه ان انا ادوس فرامل. ليه؟ ان انا اوقفها من بدري، ما اوقفهاش او ادوس فرامل متاخر، هتعدي الاشاره بتاعتي. يعني ايه؟ يعني انت عايز تجيب صباعك تقدر توقفه عند التيب اوف ذا نوز، هتشغل الفليكسور الانتاجونست قرب التيب اوف ذا نوز. طب احرك دراعي؟ لا، الوضع مختلف تماما، محتاج ان انت تشغل الانتاجونستك بدري شوي، بدري مش تشغله متاخر، يعني ده مهم جدا. طب في نقطة عايزين ناخد بالنا منها دكتور، انت بتقول ان ده سيرفو كومباريتور. طب سؤال، هو انا امتى بقارن؟ يعني انت بتقارن الاكتشوال بيرفورمانس بالانتندد موفمنت، هتقول لي اجيب صباعي وفينجر تو نوز تيست؟ لا. طب ما انا ممكن اقارن وانا بتعلم حركة جديدة. فاكر الفيديو اللي فات لما اتكلمنا كلايمبنج فايبرز بيساعد على الليرنينج؟ تقول لي اه، انا في مرحلة التعلم لابد ان يبقى فيه توازن ما بين الاشارة اللي جاية من الكورتكس لهنا سباينو سيريبيلم، واللي جاية من الماسل اكتشوال بيرفورمانس للسباينو سيريبيلم. انا بتعلم حركة جديدة، ما ينفعش يبقى فيه خلل ما بين التو اكشن بوتنشلز. عشان كده يقول لك جملة جميلة جدا، يقول لك ان ممكن الانفيريور وليفري نيوكليس، فاكرها، تستقبل السيجنال اللي جاية من الكورتكس، وتستقبل السيجنال اللي جاية من اللي هي ايه، الدورزال سباينو سيريبيلر. يعني ايه؟ هقول لك بمنتهى البساطة عشان تتخيل القصة ماشية ازاي معانا. قصة ماشية بطريقة على فكرة جميلة جدا. يعني انا ممكن هستقبل من مكانين، تقول لي يا دكتور ما هو كورتيكو بونتو سيريبيلر تراكت. هقول لك ماشي، بس بص بقى معايا، ادي الدايرة دي، هو ده الانفيريور وليفري نيوكليس. فاكر لما قلنا النيوكليس اللي شغالة وعاملة زي الزيتونة بالظبط الانفيريور وليفري نيوكليس؟ هتقول لي انا معاك. الانفيريور اوليفري بص بقى عمل ايه، استقبل السيجنال اللي جايه له من الكورتكس، واستقبل السيجنال اللي جايه له اللي هي الاكتشوال بيرفورمانس من تحت، وهو مرتبط بمين؟ مرتبط بالانفيريور سيريبيلر بيدنكل، فبعت الاشاره الى هنا. بس قبل ما يبعت الاشاره للسباينو سيريبيلر لازم يقارن ما بين الايه، السيجنال اللي جايله من الكورتكس واللي جايله من المصل. تخيل بقى، بص، لو السيجنال اللي جايله من الكورتكس ازيد من اللي جايله من تحت من المصل، يعمل ايه؟ نروح بعت الاشاره لمين؟ للنيوكليوس جلوبوز والامبولي فورب على طول. انا ببعت لكم عشان انتوا تطلعوا كوركتيف سيجنالز للكورتكس. طب وفي فكرة تانية أجمل قلناها الفيديو اللي فات، هو أنت عايز الديب نيوكلياي دول، ما دول ديب نيوكلياي، اشتغلوا ولا لأ؟ تقول لي طبعا أنا عايزهم يشتغلوا. طب ما هو الانفيريور اوليفري بيدخل من خلاله كلايمبنج فايبر، فاكر المتسلقة؟ طب ما هو الكلايمبنج تعمل إيه في البركينجي اللي بيوقف النيوكلياي دول؟ تقول لي طبعا لازم نوقف البركينجي. فالكلايمبنج فايبر الفيديو اللي فات، وده كانت اهميته،
يقول لك لا يا بيركنجي، ما ينفعش تعمل انهيبيشن للنيوكلياي دول، دول اللي هيصلحوا شغل الكورتكس زي ما شرحنا. يبقى لابد ان الكلايمبنج فايبرز يبعد البيركنجي عن الفايرنج ليفل، وده اللي قلناه الفيديو اللي فات. قلنا الكلايمبنج بيطلع اسبارتيت ويفتح فولتج جيتد كالسيوم تشانل على البيركنجي سيل، يدخل كالسيوم من بره لجوه، والكالسيوم جوه البيركنجي ينشط بروتين كاينيز سي، والبروتين كاينيز سي هو اللي يغير حساسية الأمبا ريسبتور إنه ما يستقبلش الجلوتاميت اللي جايله من البارالل فايبر، وبالتالي يمنع دخول الصوديوم من خلال الأمبا فيحصل هايبر بولاريزيشن، ويبعد البركينج عن الفايرنج ليفل، فما يقدرش يوقف الديب نيوكلير سيل اللي هم جلوبوز والامبوليفورم، فدول يشتغلوا فيطلعوا كوركتيف سيجنالز تروح للكونترا لاترال كورتكس سالاموس الناحيه الثانيه ثم الى الكورتكس عشان اوقفه واقول له لا، التلاته دول اكتر من الاثنين اكشن بوتنشال، هنلغي واحده اللي انا مسحتها عشان الاثنين يتساوى مع الاثنين اللي جايين لي من الاكتشوال بيرفورمانس. ما هنا فكرة الماتشنج أو التطابق، ودي الفكرة العظيمة اللي احنا عايزين نعرفها، هو ده فكرة التطابق. أمال أنا عدم وجودي هنا شيء كارثي جدا، يعني ما ينفعش تيجي تقول طب إيه أهمية السباينو سيريبيلم؟ لا، ده السباينو سيريبيلم له دور ودور في غاية الخطورة. هتقول أنا معاك، يبقى ده فكرة ليه الانفيريور اوليفري بيستقبل الانتندد موفمنت والاكتشوال بيرفورمانس، وشرحنا الفكره وليه علاقه بالفيديو اللي فات. طب دكتور عندنا سؤال مازال في النقطه دي. طب نفترض ان انا بلعب بيانو او تايبست شغال على التايب رايت، عارف بكتب على الكيبورد زي الابحاء الرسائل، ما بيبصش صباعه بيتحرك على انهي حرف، على طول مبرمج بيكتب وهو بيكلمك وبيبص في الشاشه. طيب الاثنين دول هل يا ترى في وقت، خلي بالك بيانو او تايبست، اني انا ابعت الانتندد موفمنت الى السباينو سيريبيلا وابعت الاكتشوال بيرفورمانس للسباينو سيريبيلا؟ يا ترى احنا عندنا وقت؟ حركه سريعه جدا. الحركة السريعة بتاعت الاتنين دول قالوا هنسميها اسم بقى جميل قوي، باليستيك موفمنت. بص الكلمة وجمالها، كلمة باليستيك جاية من كلمة الباليه، أي الحركة السريعة زي راقصة الباليه، حركة سريعة جدا. الحركة دي بتكون أنت مخطط لها من قبل، الحركة متخطط ليها هتروح لأنهي مسافة وبعد كده بتقف، وكون ان هناك سرعة شديدة السيرفو كومباريتور مش هيشتغل مع الباليستيك موفمنت. الله، امال احنا ازاي نقدر نتحكم في الحركة دي؟ اللي بيلعب بيانو بص بيعزف بسرعة على البيانو، بيتحرك على البيانو رايح جاي، يقرب ايديه ويبعدهم ويعمل نغمات سريعة. يبقى معنى كده ان احنا محتاجين لا نعتمد على الانفيريور اوليفر، يعني كلايمبنج فايبر لا ما ينفعش، احنا مش لسه بنتعلم بيانو. يعني في الحاله دي انا بعتمد على مين؟ الموسي فايبر. تقول لي ايه ده؟ ده الفيديو اللي فات. الموسي ده بتاع المحترفين، المحترف او اللي بالظبط، مش لازم تكون انت واحد محترف بيانو او تايبست، لا، حتى حركة العين بسرعة على الكلام، لما بتتحرك بعينيك بسرعة ومش فاضي عشان تقرأ صفحة كاملة في 5 دقايق، طب ما هو ده باليستيك موفمنت. طب امال انا اتحكم في ده ازاي؟ امتى اشغل المصل الفلانية وامتى اوقفها؟ يعني اذا انا بعتمد على ايه؟
على تيرن اون وتيرن اوف موفمنت. هتقول لي ايه ده؟ ده الكلام اللي قلناه الفيديو اللي فات. الموسي فايبر طبعا هيدخل من اي انبوت ما عدا انفيريور اوليفري. فاكر الفيديو اللي فات لما قلت لك اللي بيدخل من السوبيريور سيريبيلر بيدانكل اتنين انبوت، واللي من الميدل واحد، واللي من الانفيريور ستة انبوت، اتنين واحد ستة، تسعة انبوت داخلين جواك يا سيريبيلم، واحد بس هو الكلايمبنج اللي داخل من الانفيريور اوليفري، والتمانية الباقيين موسي. الموسي يطلع في الطبقات من الجرانيولر لاير من تحت، شغل الجرانيول سيلز، الجرانيول سيلز دي تشغل البركينجي يوقف الديب نيوكليير سيل اللي هي النيوكليس انتربوزيتس. يبقى دي ترن ايه؟ ترن اوف، شغلنا البركينجي. طب انا عايز اوقف البركينجي، فالموسي قال انا قدامي سكتين، هشغل الجرانيول فيشغل الجولجي سيل اللي توقفه فما يشغلش البركينجي، فده ترن اون. او ان انا اشغل، بص، الجرانيول ويطلع الجرانيول يشغل الباسكت والستيليت سيلز، فاكر اللي هما في الموليكولر لاير فوق، اللي هيعملوا انهيبيشن للبركينجي سيل، فنعمل تيرن اون. يعني اذا انا اقدر اعمل تيرن اون بكام؟ بحركتين، وتيرن اوف بفكرة واحدة. الكلام ده قلناه قبل كده، ما هو ده اون اوف. انا بقدر هنا اتحكم فين؟ بداية ونهاية الحركة. والنهاردة بقى هنقول كلام كبير في الجزء ده. انت فاكر ان التحكم في الحركة بداية ونهاية؟ تقول لي اه يا دكتور، ما هو ده شغل السباينو سيريبيلا. لا، افتكر معايا ان في جزء تالت لسه هنقوله، وهنشوف بقى تفاصيل اكتر. الحركة مش بس بداية ونهاية، حركة تحكم في سرعة، تحكم في اتجاه، تحكم في نوعية العضلات اللي تشتغل، اللي هو تتابع الحركات. يعني مثلا وانا بلعب بيانو، طب انا عملت نغمة دو مثلا، بص فليكشن دو دو مثلا كده زي ما بنشوف دايما، طب انا عايز ري، عايز مي، الكلام ده فاصولا سي، الحاجات دي، طب انا هل هفضل عامل فليكشن؟ لا. طب ما هنا ممكن بعد اعمل اكستنش، ممكن فليكشن وبعد شويه فليكشن. يعني انت بدات الحركه بفليكشن وبعد كده وقت وبعد كده رجعت فليكشن تاني، ده النغمه اللي انت بتعملها. التتابع ده لا، ده احنا لسه هنتكلم عليه دلوقتي. طب كده انت عملت اساسيات مهمه جدا. وخلي بالك من حاجه، ان فكره الاون والاوف انت قدرت تعمل بيها سيرفو كومباريتور، او عملت بيها الدامبينج فانكشن، فكره الفرمله. خلي بالك ما زلنا في السباينو سيريبيل. طب عايزين نقول بقى حاجه مهمه، احنا اتفقنا انه لو ما فيش سيريبيلم صباعي مش هيقف على التيب اوف ذا نوز. ليه؟ هنقول حاجه مهمه، السيريبيلم عمل شيفت من الاجونست الى الانتاجونست، لما قربنا تانيت صباعي اوقفه على التيب اوف ذا نوز، حته محدده ديزايرد بوينت، النقطه المرغوب نهايه الحركه عندها. كلام ده، واتفقنا ايه الفرق بين الصباع وبين الارم. طب نفترض سيريبيلم بويز، الشغل اللي انت كنت بتعمله سب كونشس بدون تركيز اصبحت بتعمله كونشس، مدرك مركز، تقول لي طب ما دي حاجه حلوه. لا مش حلوه. ليه؟ الكورتكس مش عارف يعمل الشيفت من الاجونست الى الانتاجونست، مش عارف، فيجي يعمل ايه؟ المفروض لما تقرب من تيب اوف ذا نوز والسيريبيلم سليم تتني صباعك، لا هنا ما تناش، هنا فرد صباعه. فبص صباعه لما فرده بعد على تيب اوف ذا نوز، عارف بقى ايه؟ بقى إيه قدام، تمام؟ بقى قدامها. وبعد كده قال ايه؟ انا عايز اصلح. المفروض لما بتصلح تشغل مصل معينة عشان ترجع التيب اوف ذا نوز، لا هو فضل صباعه رايح جاي قدام التيب اوف ذا نوز،
ما هو من غير فرامل. تخيل انا بركبك عربية بدون فرامل، فالعربية جريت جامد، عدت الإشارة أهو، عدت الخط بتاعك اللي هو بتاع المرور أهو، العربية هنا، صبع كده رجعت هنا، فضلت طالعة قدام أو ترجع لورا. طب ما هو ده اللي حصل إذا باظ السيربيلا، بيحصل حاجة اسمها أوفر شوتينج. كلمة يعني إيه أوفر شوت؟ تخطي النقطة اللي مفروض أقف عندها. مفروض أقف فين؟ هنا على التيب أوف ذا نوز، صباعك هو العربية والتيب أوف ذا نوز هو خط المرور الإشارة، واللي في النص ده إيه؟ دي السرعة اللي أنت بتتحرك بيها. لا ما قدرتش. وما تنساش حاجة، إن أي حركة ليها pendular movement، يعني أي حركة ليها مومنتوم، ليها طاقة مكتسبة عايزة تزود شوية. مين اللي بيظبط القصة؟ سباينو سيريبيلم بيقارن intended بأكتشوال ويعمل الكوركشن دائما. عشان كده نقول حاجة مهمة جدا، لو انت السيريبيلم عندك بويز، صباعك بيحصل له رعشة رايح جاي، وخلي بالك الرعشة دي بتحصل مع الحركة، ما بتحصلش مع وضع الثبات. عشان كده بص يقول لك الجملة اسمها ايه؟ تريمورز. هو ده الليجن، هي دي المشكلة، انت ما عندكش فرامل. وهنا بقى تعال نفكر بعض ما بين رعشة السيريبيلر او السيريبيلم لو باظ، وما بين الرعشة لو في بيزل جانجليا ليجن. في الباركنسونيزم الرعشة في وضع الثبات، فاكر البيل رولين كأنك بتسبح، ده ديورنج ريست وتختفي مع الايموشنز والكلام ده. هنا الرعشة ايه؟ الرعشة مع الحركة، فنيجي نقول اسمها كاينيتيك تريمورز. كلمة كاينيتيك معناها حركة. هنا ده مهم جدا، عارف مريض السيريبيلم لو هو ارتاح ديورنج ريست ما عندوش رعشة، زي بالظبط اتنين شحاتين، واحد شحات قاعد تحط الكوين في ايده، ايده كانت بترعش ثم ايه؟ يهدى عادي، او شحات تاني بالعكس ديورينج ريست عنده الرعشة دي، ده باركنسونيزم، حط حاجة في ايده عشان يمسكها الرعشة تروح. ده الفرق بين باركنسونيزم وسيريبيلر ليجن، والكلام ده خلي بالك في غاية الخطورة. دايما الكورتكس ما يعرفش يشغل انهي مصل، ما يقدرش يتحكم في البداية والنهاية، ما عندوش حتة الشيفت مين اولا ومين اخيرا، لا القدرات دي مش عندي. ودايما اذا اتلخبطت في نوع المصل اللي هتعمل بيها الفرملة، يبقى هتتلخبط في الكوركشن. ما بني على خطأ فهو خطأ، الكلام ده في غاية الأهمية. فرق كبير بين السيريبيلم unconscious وبين كورتكس conscious وما يعرفش، ده مهم قوي. طب نيجي بقى نشوف دلوقتي النقطة الأهم، السيريبرو سيريبيلم، يا ترى أنت دورك إيه؟ أنا بقى في الحالة دي في السيريبرو سيريبيلم هقول لك حاجة مهمة قوي، هسيب الرسمة زي ما هي الرسمة دي، هتعرف الاختلاف هيبقى ازاي. ده رقم ثلاثة السيريبرو. في نقطة أساسية في السيريبرو لازم نكون عارفينها، السيريبرو غير مشغول أساسا بالحركة اللي بتتعمل. إيه ده؟ معقولة؟ أمال بينظم إيه؟ السيريبرو دوره الأساسي إن هو يخطط للحركة قبل ما تتعمل. شوف المدير بيوزع ادواره، يقول للسباينو الحركه قبل ما تتعمل، حركه او الحركه دلوقتي هبعت لك انتندد وهتاخد اكتشوال، يلا عايزك تنظم. طب احنا عايزين خطه، لا ابعت لواحد تاني واقول له بص مالكش دعوه بقى بالكومباريتور دي، سيرفو كومباريتور انت مالكش دعوه بيها. ده مهم جدا، عشان كده السيريبرو سيريبيلم طلب من الكورتكس ايه؟ انا عايز خطة، عايز قصدي مش خطة، اشارة، ابعت لي سيجنال.
قلنا له ليه؟ قال انا دلوقتي عشان تطلبوا مني بلان لازم الاول تنبهوني، مستشار المدير يعرف منين ان المدير طالب منه خطة؟ الا لو المدير بعت له. هتقول لي خلاص، يعني كورتيكو بونتو سيريبيلر تراكت، فاكر اللي شرحناها الفيديو اللي فات؟ تقول لي ماشي، بس في حاجة عايز افكرك بيها. لما جينا اتكلمنا في فيديو جينيريشن اوف فولنتري موفمنت، فاكر ازاي امسك الكوبايه؟ قلت لك ان الموضوع بدأ بايديا، لازم يبدأ بفكره. والفكره دي موجوده فين؟ تقول لي في الكورتيكال اسوشيشن اريا، الهايست ليفل، الليفل العالي بقى بتاع الموتور هيراركي والاداره. طب والايديا دي اتبعتت الى مين؟ اتبعتت الى البرايمري موتور كورتكس، يعني الايديا اللي في الاسوشيشن اتبعتت لاريا اربعة برايمري موتور. اريا اربعة هو ده كورتيكو بونتو سيريبيلر. تقول لي ماشي، وخلي بالك ان النقطة المهمة ان البلان ده محتاج ان اللاترال زون بتاع الهيميسفير. تقول لي طب ليه قلت لاترال زون في الاناتومي في اول فيديو؟ فاكر لما جينا قلنا الفيرمس في النص وبارا فيرمال على الاطراف، والاطراف اكتر هو اللاترال هيميسفير اللي تمثل سيريبرو هيميسفير. طيب خدت لها اشاره. طيب وجينا قلنا حاجه مهمه جدا، طلبنا من السيريبرو هيميسفير يحضر خطه بتاعته. في نقطه مهمه لازم نركز عليها في فكرة البلان وحط عليها دايرة، ما المقصود بالخطة؟ الخطة دي على فكرة كلمة كبيرة جدا ولازم يكون لها معنى. عارف الخطة معناها ايه؟ الخطة اولا معناها دايركشن، اتجاه. يا ترى صباعي هيتحرك، مش هنقول صباعي يقف على التيب اوف ذا نوز، صباعي هيتحرك من فين لفين، اتجاه بداية ونهاية. ده مش بس كده، ده انا لازم الخطة بتاعتي احدد نوعية المسلز اللي هتبقى كونتراكتد ومين اللي هيبقى كونتراكتد بعدها. ايه ده؟ يعني انت بتتكلم عن، بص بقى الجملة اللي جاية دي جملة عظيمة جدا من ربنا، بتتكلم عن السيكونس. عارف يعني ايه سيكونس؟ التتابع. وده مهم قوي، تتابع الحركات. يعني انا كنت شغال بفليكسور، طب اللي بعدها اكستنسور ولا فليكسور زيها؟ ده مهم جدا. ده مش بس كده، ده النقطة التالتة، ده احنا كمان في الخطة بنتكلم عن السرعة، وهي الفيلوسيتي، السرعة اللي حرك بيها صباعي في اتجاه التيب اوف ذا نوز. يعني شوف انت عندك كام حاجة في الخطة، اتجاه، نوعية عضلات، السيكونس تتابع العضلات اللي كونتراكتد، وسرعة الحركة. كل ده مطالب من السيريبرو سيريبيلوم. ويا سيريبرو لما تحضر الملف بتاعك والخطة بتاعتك، بص بقى نيجي نمسح الحتة دي فين؟ ما هو الديب نيوكلياي بتاعتنا مش الجلوبوز والإمبولي فورم، لا ده احنا هنبعت لدي اللي شبه السنة اللي اسمها دينتيت نيوكليس. ومن الدينتيت نيوكليس بنبعت للكونترالاترال سالاموس ومنه الى الكورتكس. وعايز افكرك باللي قلناه قبل كده، كورتيكو بونتو سيريبيلو هو ده الانبوت اللي داخل السيريبيلوم، وبعد كده سيريبيلو دينتيتو ثم سلامه كورتيكال ده الاوتبوت. فهي دي الفكرة، انا ببعت لك اشارة عشان انت تديني البلان. طب في نقطة مهمة لازم نكون عارفينها، ان السيريبرو سيريبيلم مش دوره بس البلان، لا ده السيريبرو سيريبيلم ليه نقطة مهمة قوي، هو التوقع. يعني ايه فكرة بقى التوقع؟ عشان الموضوع ده هيبقى فيه غاية الأهمية، لازم نكون دارسينه كويس جدا. نفترض دلوقتي
ان انا عايز العب تنس مثلا، وانا بلعب تنس الكوره بتعدي الشبكه، لازم يكون عندي توقع ببوزيشن معين، الكوره هتجيلي ازاي، وضع جسمي ازاي، هحرك المضرب ازاي، يا ترى بالباك هاند ولا بالفور هاند، هعمل ايه، ولا هعملها لوب، ايه اللي انا هعمله، التصرف اللي انا هعمله. عشان كده بنقول ان دور السيريبرو سيريبيلم ان بيحط خطه التوقع. انا دلوقتي الكوره وهي جايه لي اتصرف فيها ازاي، ده مهم جدا. يا ترى وانا موجود على الشبكه هل هعملها سماش ساحقه ماحقه واركنها في زاويه من الزوايا، هلعبها ازاي. ودي تبان قوي في فكره الرياضه او حارس مرمى، التوقع، توقع الكوره دي انا هتصرف فيها ازاي. عشان كده بنيجي بنقول حاجه مهمه جدا في السيريبرو سيريبيلم هو البريدكشن او بريدكتيف فانكشن. خلي بالك هو بيتوقع الحركه الجديده في نفس الوقت اللي الحركه بتتعمل. يعني انا ماليش دعوه بالاون جوينج موفمنت، لا انا ليا دعوه بالنكست موفمنت. النكست موفمنت هتحصل ازاي؟ طب ايه اهميه هذا التوقع؟ هقول لك انا عملت في مصل دلوقتي شغاله، الحركه بتتعمل، طب في نكست موفمنت. يعني ادي لك مثال، طب اثناء الاون جوينج والحركه بتتعمل انا مشغل مصل مثلا نمبر 1 عضله معينه، طب انا عايز نكست موفمنت اشغل المصل رقم 2. طب انا دوري ايه كسريبرو سيريبيلم؟ سريبرو سيريبيلم دوره الحركه تفضل على طول سموس، عارف الحركه الملساء. يعني ايه؟ ازاي ان انا اتنقل من المصل الاولى للمصل الثانيه، ومن الثانيه للثالثه، الموفمنت الاولى للموفمنت الثانيه بدون اي معاناه، بدون اي معاناه. ما تبقاش الحركه الريجولر شزة، لا، الحركة سموس. حتى لما يجي يقولك في السياسة يقولك ايه، انتقال السلطة بشكل ديمقراطي بدون مشاكل، هو ده انتقال من حركة الى حركة بشكل سموس موفمنت، وده في غاية الاهمية. يقولك joining the movement. تخيل بقى لو انت السيريبرو سيريبيلم بويز، وده اللي هنقوله في نهاية الفيديو، عمر ما يكون النقلة من الموفمنت الأولى للتانية سهل، هيبقى في صعوبة في النقلة. يعني إيه؟ هقول لك حاجة بسيطة جدا. السيريبرو سيريبيلم مسؤول أساسا، خلي بالك، عن الحركات المتتابعة السريعة، خطة الحركات المتتابعة السريعة. يعني إيه؟ يعني أنا مثلا كده بعمل سوباينيشن، بص، برونيشن سوباينيشن برونيشن سوباينيشن برونيشن، الحركة القديمة بتاع توينكل توينكل ليتل ستار كنا بنعملها في الكيجي زمان. طب الحركة دي، طب وانا بعمل سوباينيش، ما انا عايز بلان ان انا اعمل برونيش، بص سوباينيش برونيش. طب تخيل لو انت السيريبرو سيريبيلم عندك بويز، هيبقى في صعوبة شديدة في تتابع الحركات، الحركة هتبقى متقطعة متجزأة إلى حركات صغيرة. فبص لو حصل ليجن يقولك الجملة دي، دي كومبوزيشن. بص افهم بقى معنى الكلمة الأول، كلمة كومبوزيشن معناها حركة، تكوين الحركة. طب دي إيه؟ دي معناها إيه؟ معناها إن ما بقاش فيه السموث ترانسيشن، ما بقاش فيه النقلة العادية من موفمنت الى موفمنت، كأن الحركة متجزأة. يعني مثلا تقول له هات كعب رجلك اليمين ومشيه على قصبة الرجل الشمال، ما يعرفش يعملها بسرعة، يعملها على خطوات متجزأة، عارف زي بالظبط فيلم سلو موشن، تصوير بطيء. طبعا هتبقى الموضوع صعب، يبقى مفيش سموث ترانزيشن اوف الموفمنت. طيب في حاجة مهمة جدا لازم نعرفها، احنا قلنا انه بيعمل البلان للحركة الجديدة،
وتاني حاجة بيعمل prediction. بص بقى تالت حاجة التايمينج، هو اللي بيحدد التوقيت للsequential movement، للحركات المتتابعة. يعني ايه معنى هذا الكلام؟ انا راجل بلعب بيانو، دايما في لعبة البيانو لما انت بتدوس الصباع ده تمام، في بعد شوية مثلا هتدوس الصباع التاني، في وقت ما بين بداية الحركة ونهاية الحركة، والوقت ده اللي بيحدده مين؟ سيريبرو سيريبل. تخيل لو انت ما عندكش تايمينج، ما عندكش توقيت ما بين بداية ونهاية الحركة، مش هيبقى في نغمة مناسبة طالعة من البيانو. ده مهم جدا. يعني الفكرة مش بس السباينو سيريبيلم عن طريق الموسي فايبر اللي يتحكم لي في اون اند اوف، اقول لك لا. طب وفين التايمينج في النص؟ مين اللي يحدد التوقيت؟ زي بالظبط اللي بيلعب تايبست. طبعا توقيت، انا بحرك صباعي من الحرف ده للحرف التاني، طب ما هو فيها توقيت. لو مفيش توقيت هتلاقي شكل الكتابة في حاجة غلط، شكل العزف أو اللحن بقى في حاجة غلط. عشان كده التوقيت في غاية الأهمية لعازف البيانو. التتابع الموسيقي في النغمة ده مهم جدا. عشان كده لما جينا قلنا الخطة في بداية كلامنا، قلنا اتجاه، وقلنا نوعية العضلات اللي هي السيكوينشال موفمنت، ده مهم جدا. انهي مصل تشتغل الاول، انهي مصل تشتغل التاني، ازاي النقلة من الاول الى التاني تبقى حركة سموس. لو باظت دي كومبوزيشن، سرعة الحركة تهمني جدا، التوقيت بتاع الحركة كمان يهمني جدا. لان خلي بالك لو باظ السيريبرو سيريبيلم عندك، انت عندك مشكلة من اتنين، يا اما الموفمنت تبتدي بدري قوي، يا اما تبقى متأخرة قوي. فهنا دي مهم قوي، يا ايرلي جدا يا اما ايه، يا اما ليت جدا. عشان كده ده فايدة السيريبرو سيريبيلوم. الكلام ده في غاية الخطورة، لازم نخلي بالنا منه. على فكرة السيريبرو سيريبيلوم ليه فايدة كمان مهمة، التوقع، تغيير المشهد اللي انت بتشوفه. يعني ايه تغيير المشهد؟ زي ما جيت قلت لك انت بتلعب تنس، الكوره عدت الشبكه، الفيجوال سين. هتقول لي طب ما هو في فيجوال امبلس بتدخل هنا من السوبيريور سيريبيلر بيدنكل عن طريق السوبيريور كوليكولس، ما هي راحت للدنتيت نيوكليس. طبعا انا في اشاره بصريه، انا شايف الكوره عدت الشبكه وجايه لي، انا لعيب تنس مع المضرب دلوقتي، اتصرف ازاي؟ هنا حتة التوقع دي مهمة قوي، وتلاقيها أكتر مع اللعيبة المحترفين. عشان كده سريبرو سريبيلم ليه دور خطير، إن هو بيحدد الأبعاد والمسافة، بيحدد نوع العضلات، بيحدد سرعة الحركة، بيحدد الوقت اللي هيتعمل فيه، الوقت ما بين بداية ونهاية الحركة. كل ده سريبرو سريبيلم. على فكرة السيريبيلم مسؤول عن الاسترتش ريفليكس، وقلنا النيو سيريبيلم بيزود التون والباليو بيقلل التون. وارجع لفيديو الاسترتش ريفليكس، ازاي السيريبيلم بيساعدك انك تشيل الشنطة التقيلة. فاكر لود ريفليكس؟ لو الشنطة تقيلة وما عنديش الفا كفاية يشغل الاكسترا فيوزال ماسل فايبرز، طب في الحالة دي أعمل إيه؟ قلنا إنه سيجنال من المصل بتتبعت للسباينال كورد، سباينال كورد بقى روح مطلع بالدورزال سباينو سيريبيلر تراك إلى السيريبيلر. السيريبيلر ما إحنا عارفين إنه متصل بالبرين ستيم، فينزل له إشارات للأنتيريور البرين ستيم سواء ريتيكولار فورميشن تمام اللي هو الجاما، وينزل الجاما امبلس على الانتيريور هورن سيل، يخلي الانتيريور تطلع جاما. نقول لها بس احنا مش عايزين جاما، عايزين الفا. تقول ما هو الجاما هتساعدك. ليه؟ الجاما تعمل كونتراكشن للاطراف بتاع
بتاع الماسل سبيندل كونتراكشن مش لجوه لبره، فالسنتر بتاع الريسبتور يبقى ستريتشد اكتر، يطلع اكشن بوتنشال اكتر، يروح للانتيريور هورن سيل، والانتيريور هورن سيل تطلع الفا اكتر اللي انت محتاجها علشان تشيل الشنطه، وده اتكلمنا عليه زمان، هو اللود ريفلكس او سيرفو اسيستنت فانكشن. ايوه، اللي شال الشنطه كان مين؟ كان الاستريتش ريفلكس بمساعده البرين. هنا المره دي احنا مش هنبعت للبرين، السيريبيلم شغال لوحده، وهنا بقى بنسميها سيريبيلر استريتش ريفلكس، وقلنا ان دي لونج لوب، لان انت هنا انت بعتت من المصل سباينال كورد للسيريبيلم، هنا بعتنا اشارات مسافات بعيده بعكس الاستريتش ريفلكس اللوكال العادي. في الحاله دي احنا اتكلمنا على تلات اجزاء سيريبيلم، فيستيبلو وسباينو وسيريبرو. خلي بالك السباينو سيريبيلم مشغول بالحركه اون جوينج اللي بتتعمل، والسيريبرو سيريبيلم مشغول بالحركه اللي قبل ما تتعمل، او بخطه الحركه اللي لسه ما اتعملتش، مسؤول عن الخطه بانواعها، مسؤول عن التوقع، مسؤول عن التوقيت، كلام ده في غايه الخطوره. طب نيجي للجزء الاخير وهو سيريبيلر ليجنز. في السيريبيلر ليجنز طبعا اول حاجه هتخطر في بالك التون، هتقول لي اكيد حسب نوع السيريبيلم اللي باص، يعني لو بتكلم على نيو سيريبيلم ده بيزود التون يبقى اكيد هايبوتوني. طبعا احنا هنتكلم النهارده بالاخص على موضوع مهم جدا، هو نيو سيريبيلر سيندروم، يعني عندي مشاكل كتيره هتحصل، وهنشوف المشاكل دي كلها من خلال الفانكشنز اللي احنا شرحناها. بس في البدايه العنوان بتاعي ايه؟ موتور اتاكسيا. المشكله مش سنسوري، المشكله موتور هنا اساسا، وعرفنا الاتاكسيا ان كوردينيشن اوف فولنتري موفمنت ان ابسنس اوف ماسل باراليسيس، مفيش تكامل حركي على الرغم من العضلات مش مشلوله. طب تعال نبص بقى على الصور المختلفه من الموتور اتاكسيا. بس قبل ما نقول الصور، خلي بالك ان الليجن اوف سيريبيلم بيبقى اون ذا سيم سايد. ليه؟ الكورتكس بيبعت للكونترا لاترال سيريبيلم اللي بيشغل المصل اون ذا سيم سايد، فالسيريبيلم مع المصل في الناحيه دي. طب نشوف اول مشكله. اول مشكله هو صعوبه في تقدير المسافه، بقول عليها ديس متريا. خلي بالك بقى هنقول كلمه دي واي اس دي ثلاث مرات. الصعوبه، كلمه متريا جايه من كلمه متر، والمتر هو المتر او الطول، صعوبه في تقدير المسافات. ادي الفينجر بتاعي، وطبعا ده النوز العاديه اللي اتكلمنا عليها. الفكره ان انت عندك مشكلتين، مشكله في الدامبنج لما قربت معرفتش تفرمل الشيفت من الاجونست الى الانتاجونست، توقف صباعك على التيب اوف ذا نوز اللي هو الفليكسر، تتني الصباع، معرفتش. زائد عندك مشكله في التوقيت، التوقيت اللي انا بحرك فيه صباعي، يعني انت عندك مشكله في الدامبنج تبع السباينو سيريبيلم، وعندك مشكله في البريدكشن او التايمنج اللي مسؤول عنه سيريبرو سيريبيل. يعني انت تقول له هات صباعك ووقفه على التيب اوف ذا نوز، ما يعرفش صباعه يتحرك قدام او ورا، يفضل يتهز، سميناها كاينيتيك تريمور، يعني الرعشه مع الحركه، او اكشن تريمور ان ده اكشن فعل غلط، او انتنشن كنت ناوي اعمل حركه بس الحركه دي كانت زياده قوي، دي مشكله. فده ديسمتريا. خلي بالك صعوبه في تقدير المسافه او الابعاد قد تكون هايبر زياده،
او قد تكون هايبو، يعني الصباع ممكن يقف بعد او ممكن يبقى قبل التيب اوف ذا نوز. يعني انت ما عندكش، ما هو ده فكرة التايمينج، الحركة يا اما تقف بدري قوي يا اما تخلص متأخر قوي، انا عندي مشكلة. طيب ده الديسمتريا بتاعي، وخلي بالك النقطة دي في غاية الأهمية لغياب الفرامل. طيب تعال نشوف رقم 2، برضو من ضمن الصعوبات اللي موجودة عندك، مش بس المشكلة في الصعوبة في تقدير الأبعاد. طب احنا قلنا كاينيتيك تريمورز، وخلي بالك ان التريمورز دي بتختفي أثناء الريست، يعني ده مهم جدا، أو أثناء السليب. طيب نور رقم 2، انت عندك كمان صعوبة في الحركات المتتابعة والسريعة، فبص هنسميها ايه بقى، ديس ديادو كو كاينيزيا. وتعالوا بقى نشوف الكلمة دي متقسمة الى 3 اجزاء. كلمة كاينيزيا جاية من كلمة كاينيتك يعني حركة، وديادو كو على بعض معناها عكس بعض، عارف alternating movement، يعني بالظبط لما اجي اعمل ايه، بص supination pronation الحركه اللي احنا لسه قايلينها دي صعوبه، صعوبه انه مش قادر يعمل prediction. فاكر لما قلنا التوقع، الماسلز اللي شغاله الاول الموفمنت الاولى، الماسل اللي شغاله بعد كده الحركه الثانيه، وتنقل من الحركه الاولى للثانيه smooth transition، حركة ملساء ما فيهاش أي مطبات، بتحرك على شارع حرير ما فيهوش أي حاجات بتخلي العربية تطلع وتنزل. ما هو العربية الحركة زي العربية عايزة تبقى سموس، لا ما عنديش النقلة السريعة دي، ما عنديش كمان التايمينج بتاعي ده مش موجود، ما عنديش البريدكشن، يبقى دي مشكلة مين؟ تقول لي سيريبرو سيريبيلو. طب دي رقم 2، هو انت فاكر ان الحركة المتتابعة السريعة اللي عكس بقى يعني متتابعة بس في عضلات الايد؟ لا دي كمان موجودة في الكلام muscles of speech التخاطب، لان انت محتاج coordination تكامل حركي سريع لعضلات اللارينكس الحنجرة الاورا للبق عضلات التنفس، ده مهم جدا، فده يوصلنا بالمشكلة الثالثة ديس ارثريا، وهنا ارثريا معناها النطق articulation. وفي بقى معلومة مهمة لازم نكون عارفينها في فكرة النطق دي، النطق فيه تتابع حركات عامل بالظبط زي البيانو، فعلا حركات متتابعة وسريعة. العيان بيقسم الكلمة لمقاطع صغيرة، يعني بيبقى شورت عشان يتحكم فيها ويدوس عليها عشان يتأكد انها طلعت صح، تخيل. يعني انا في الطبيعي احنا الصوت بتاعنا فيه نغمة بتطلع وتنزل، ازيك يا محمد عامل ايه، بص نغمة تطلع وبتنزل، هو لا هو ماشي ببطء شديد وبيتك على الكلمة فيبقى بيتهت شوية، از 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 يك 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 يا ما ما ح ح حمد، ايه ده ده التهتهه دي ما عملناهاش ده كله في الطبيعي، فبنقول بيبقى الشكل بتاع الكلام بتاعه. بص بقى الكلمه دي ستاكاتو سبيتش، ستاكاتو حتى افتكرها من كلمه اسكت خالص ما تكملش، اسكت ستاكاتو سبيتش، سكاند سبيتش كلام مش واضح، سلرد سبيتش، كل الكلام ده مهم جدا. على فكرة كان في أغنية زمان اسمها استكاتو مان من سنين طويلة. دول التلات صعوبات والتلاتة ديس بالنسبة لك، خلي بالك الديسمتريا معاها الكاينيتك تريمورس، واتكلمنا على الهايبوتونيا. طيب ده كلام جميل جدا، طب تعال نقول كمان على مشكلة أخرى موجودة في هذا المريض، مشكلة في غاية الخطورة. الراجل ده ما عندوش فرامل، تقول أنا معاك، طب يعني نعرفها إزاي؟ بنعمل تجربة
في السيريبيلم موجودة في فيديوهات هنا في القناة. هطلب من العيان يتني دراعه، وأنا كدكتور أحاول أسحب دراعه لبره، هو بيتني وأنا أسحب لبره، متخيل؟ وفجأة أسيب دراعه. الدراع ده هو فرامل العربية، لو عنده فرامل سيربيلم شغال دراع هيثبت في مكانه، لو ما عندوش فرامل دراعه هيخبط في وشه. عشان كده في الفيديو ده أنا كدكتور بحط إيدي على وش العيان اللي هو في اتجاه الحركة، لو حصل حاجة مهمة اسمها أوفر شوتينج، قبضة الإيد تخطت النقطة اللي المفروض تقف عندها وما فيش فرامل بريكنج اكشن، هيحصل حاجة مهمة اسمها ريباوند، وده مهم جدا. الريباوند ده ده رمز ان السباين سيريبيلم مش موجودة عنده. هتقول الله، طب يعني ايه؟ يعني العيان ده غير قادر ان يوقف الاكت في وقت معين، مش عارف يعمل سويتش ما بين اجونست الى انتاجونست. يعني كل مرة احنا بنعرض نفس الفكرة مع اختلاف المسمى. ريباوند عارف معناها ايه؟ ارتداد. لو انت بتتفرج على ماتشات باسكت بول، الكرة بترتد من السلة وبيمسكوها، وعشان الدفاع ويبتدي هجمة جديدة، ده الريباوند. الارتداد يعني ايه؟ يعني قبضة الايد او الارم، لا، خبط في وشه ما قدرش يثبت عند نقطة معينة. طب ما هو ده فكرة الريباوند بتاعتنا. طب في سؤال مهم، هل الرعشة مقترنة فقط كايناتيك تريمورز، صباع بيتحرك قدام وورا تيب اوف ذا نوز؟ تقولي لا، ما في رعشة هتحصل للعين. طب ليه؟ اصل انا فقدت الدامبنج فانكشن، ما بقاش في دامبنج موجود عندي اساسا. هتقول لي الله، طب والكلام ده يبان ازاي؟ هقول لك بمنتهى البساطة، واحد بيسألني سؤال وعيني اتحركت اليه، المفروض تفرمل عنده، لا، عيني ما وقفتش عنده، عيني عملت اوفر شوت، تخطت وراحت لشخص تاني، والكلام ده هنسميه اسم نستجمس. نستجمس دي على فكرة تريمور اوف ذا اي بول، رعشة العين قدام وورا، رايح راجع رايح راجع. على فكرة الرعشة دي ممكن تبقى طبيعية، لو واحد راكب قطر هتلاقي عينيه بتتحرك وهو باصص من الشباك، عينيه بتتحرك ببطء مع العواميد التلغراف اللي القطر سابها في طريقه، وبسرعة مع العواميد اللي جاية. لو انت سبت عينك وانت بتبص من شباك القطر عادي مش هتشوف حاجة. ولو مش مصدقني جرب وراقب واحد بيبص من شباك القطر، هتلاقي فيه رعشة عين تو اند فرو. دي مهمة جدا. في ملاحظة انا عايز اقولها، قلتها في فيديوهات عمل السيريبيلم في القناة، احنا مش بس نعمل فينجر تو نوز تيست، لا، ده انا ممكن صباع البيشنت على صباع الدكتور ازاي يلمسه. هنا برضو السويتش ما بين اجونست الى انتاجونست، يعني الفكرة مش هات صباعك من بعيد وقفه على التيب اوف ذا نوز، لا، صباعك على صباع الدكتور، صباع الدكتور ثابت وانت بتجيب صباعك من بعيد عشان تلمس تيب بتيب، او فكرة التيب بتيب. طب لو انا ما عنديش السيريبيلم شغال، بص صباعي اهو، انا الصباع الشمال ده البيشنت، يبقى فوق صباع الدكتور أو تحته، طب ما ده اسمه إيه؟ ديسمتريا، صعوبة في تحديد المسافات والأبعاد والتوقيت، وصعوبة في السويتش من أجونست إلى أنتاجونست، ما كل دي مشاكل أساسية. يبقى قلنا التلاتة ديس، ديسمتريا، ديس دايدوكوكاينيزيا، ديس أرثريا، قلنا اتنين تريمورس، كاينيتيك تريمور ونستاجمس، وقلنا الريباوند بتاعنا. وخلي بالك كمان انت عندك الدرانكن جيت اللي جينا شرحناها قبل كده، كل دي مشاكل. خلي بالك في نقطة تانية مهمة جدا،
الراجل ده عنده صعوبة to maintain muscle contraction، ما يقدرش يحافظ على الكونتراكشن. ليه؟ ايه العلاقة؟ ما هو السيربيلم بيبعت اشارات للبرين ستيم اللي بينزل منها الفا او جاما امبلس يتحكم في التون. عشان كده في كتب فيسيولوجي تقول لك الجملة دي اسينيا. كلمة ثينيا معناها التون او الكونتراكشن، في ضعف، في ضعف في العضلات، وده طبيعي نتيجة الهايبوتونيا. ده مهم جدا. وكتب تقول لك انه مجموعة الماسلز اللي مفروض تشتغل، عارف الاجونست، يعني انا لما اجي اعمل حركة في مجموعة ماسل تبتدي موفمنت ثم انقل لموفمنت تانية اللي هي سموث ترانزيشن، لو ما قدرتش اعمل كوردينيشن او تكامل حركي بين مجموعات عضلات كتيرة، قالوا طب ما تيجي نسميها كلمة اسينرجي. السينرجي اللي هو المقصود بيها سينرجيستيك اكشن، مجموعة عضلات شغالة بوظيفة واحدة مع بعض. يعني مفيش المجموعة المتناسقة. يعني زي ما نقول مثلا في الاناتومي بايسبس بيعمل فليكشن للقلب، طب وانا عندي كذا ماسل تانية بتعمل فليكشن للقلب، اللي المفروض يعمل لها كوردينيشن هو السيريبرو سيريبيلم، فانت فقدت هذه الميزة الكبيرة. طبعا المقارنة بين سنسوري وموتور اتاكسيا وانواع الجيتس قلتها في فيديو العملي ان شاء الله في القناة. في نهاية هذا الفيديو بفكرك بالعناوين الرئيسية: فيستيبيلو سيريبيلم انبوت، داخله اتنين انبوت ريتيكولار فورميشن وفيستيبولار نيوكليس، والاوتبوت راجع لهم عشان يعمل اكوليبريم، واتفقنا الليجن ترانكال اتاكسيا. اتكلمنا على السباينو سيريبيلم مسؤول عن السيرفو كومباريتور فانكشن، لو حركة سريعة بيانو او تايبست او بتحرك بعيني بسرعة اثناء القراية مفيش التحكم ده، في تيرن اون وتيرن اوف، ده مهم جدا. اتكلمنا على الدامبينج فانكشن، دور السيريبيلم في ازاي يعمل الدامبينج ببساطة unconscious، ولو باظ يحصل اوفر شوتينج او كايناتيك او انتنشن تريمور. السريبرو سيريبيلم غير مسؤول اساسا عن الحركة اللي بتتعمل، هو بيحط الخطة للحركة قبل ما تتعمل، واتفقنا الخطة تشمل اتجاه، نوعية ماسلز شغالة كسيكوينشال تتابع منطقي من عضلة للتانية للتالتة كسموث ترانزيشن، سرعة الحركة والتايمينج، ده مهم عشان الحركة ما تبتديش بدري قوي او متأخر قوي، ولازم يكون في بريدكشن للحركة للنقل العربية اللي ماشية على طريق املس بدون اي irregularities كلمنا عليها. كلمنا عن الكنترول اوف ستريتش ريفلكس، ده مهم جدا. كلمنا عن الليجن هايبوتونيا لو باظ النيوسيريبيلم، موتور اتاكسيا، وقلنا اشكال الموتور اتاكسيا 3 ديس: ديسمتريا، ديس ديادوكوكاينيزيا، ديس ارثريا، كاينيتيك تريمورز، ونستجمس. اتكلمنا عن الريباوند، طبعا اسمه ارم بولينج تيست في فيديو العملي في القناه، الاي سينيا والاي سينرجي. اتكلمنا عن الدرانكن جيت، ده مهم جدا ان هو ماشي زي السكران مش على خط ثابت، ودايما السكران ده الكهوليك بيبقى قريب من السيريبيلر ليجن، حتى بيتكلم زيه ستاكاتو سبيتش، بيقطع ويتهته في الكلام وبيبقى درانكن جيت. طبعا فيديوهات العملي تيست اوف كوردينيشن بتاعت السيريبيلر، هم 6 تيست موجودين في بلاي ليست في القناة. كان معاكم دكتور محمد فايز.